دكتور محمد بن مالك، وهي شركة أخرى وست أجري وليف لذات السيد. من خلال هذه الدفعة التي وصلت إلى 36 رخصة استغلال استثنائية، وصلنا إلى حد اليوم إلى 118 رخصة استغلال، وهو شيء المجهود المبذول على مستوى الولاية ليعمل على يعني خلق مناصب عمل جديدة. وكنا تعهدنا من خلال يعني اللقاءات السابقة أننا من خلال إن شاء الله نهاية سنة 2022 سوف نعمل على خفض البطالة إلى 7%، وكانت قد انخفضت خلال نهاية سنة 2021 إلى 10% بعد أن كانت سنة 2019 13%. إذن العملية مستمرة، وخفض البطالة وخلق مناصب عمل جديدة وخلق ثروة، كلها عمليات تعمل على استراتيجية المسطرة على مستوى الولاية من جهة. من جهة أخرى عملنا على رفع العراقيل مختلفة على المستثمرين من خلال منح 33 رخصة بناء، 46 رخصة مطابقة، 106 يعني رخص المتفجرات، وأيضا 76 رخصة حفر آبار، بالإضافة إلى ربط 6 مستثمرين بغاز البروبان، وأيضا تدعيم وتهيئة مناطق النشاطات ومناطق الصناعية، لا سيما منطقة صناعية مشتى فاطمة ومنطقة صناعية رمايل، اللي كانت هناك عدة صعوبات وعراقيل كانوا يعانون منها المستثمرين، حيث التفتنا إلى هذا المجال ودعمنا المستثمرين من خلال رفع القيود والعراقيل الخاصة بالتهيئة، خاصة بربط بالكهرباء، ربط بمختلف الشبكات الباطنية.